عم تعي شوي. بريه وينها؟ نعيمي خالتي. نعيمي؟ ماشي. يا عميد اهلا وسهلا. شو قلت لك خالتي؟ امسكي. بدك ستاتي ولا عجوه ولا قلت لك فواكه؟ لا تقبريني الستاتيه بقشطه اذا بتريدي. بهيه؟ بهيه؟ شو؟ ومشوي ان شاء الله، جواي اللي بتشوي بدنك الهي، هيك الناس بتحكيها جقرب. خير خالتي، شوفي كمان من على بكره الصبح؟ قومي ولي نايطه، رح يفوت الظهر وانتي لساتك نايمه، ولك قومي تلحلحي، قومي تلحلحي ولي. يخرب بيتك من حالك، بتعرفي الله يطعمك قدرها ولاقيكي متفوسه ونايمه، لقدوا عليك سطل المي وتشجي، ورقك بهدله الى اول ما لاخر، عم تفهمي ولا لا؟ صحي لي استحماتي. شو عليه؟ بسيطة فوزية، إذا مو أنت ولا الباب دقي دقة وحدة، إذا أنت دقي دقتين. فوزية هذا أبو بدر. أهلين وسهلين. فوزية هذا أبو عصام، رضي تتجوزي يومين ثلاثة وبعدين يطلقك رجعك لإلي. بقى الله يرضى عليكي، روحي جهزي لي البيجة تبعك، بدي أخذك لبيت عصام مشان نروح نكتب الكتاب هونيك. إذا مو موافقة دقي دقة واحدة، إذا موافقة دقي دقتين. ما عم بفهم عليكي خالتي، شو بدك بالضبط؟ شو يعني ما عم تفهمي علي؟ ليش أنا شو عم بحكي؟ سنسكريتي ولا عصملي ولا فرنساوي؟ ماشي رح رد عدلك. هلا بس يطلع جوزي ويروح برات البيت تنضربي على قامتك، بتفوتي على اوضتك وبتقلطيها، وبوشك على ارض ديار بتشطفيها، ودوز دغري على اوضه قاعود بتكنسيها وبتمسحيها وبتمسح الغبره تبعها، واخر شيء بتنطفي اوضه القعده. بدي اياهم عم بيوجوا وجع، عم تفهمي ولا ما عم تفهمي؟ ايوه. ونعمه شو بدها تعمل؟ بدها تقعد تتفرج علي يعني؟ اللهم جيبك يا طوله البال، خلصنا بابا هي لا تلبيها هم وغم، نعمه بدها تشتغل مثلك مثلك، يلا على شغلك. والله انا مالي مضطره يا خالتي، قوم بشغل البيت كله لحالي وينهد حالي وينقطع نفسي. لا حبيبتي اطمني، ما رح ينهد حالك وينقطع نفسك، لانه ما شاء الله حولك وحواليك ام عص بتنفخي على الحيط بتهديه. يلا يلا على شغلك. لك يلا نعمه. نعم خالتي. شو عم تعملي نعمة؟ أنا ولا شيء. طيب كيلي لي قدر رطلين ونص برغل ناعم ونخليهم منيح لأنه بدنا نعمل كبة. مو من عيوني التنتين؟ تأمري أمر. يسلموا عيونك. إيه هذا الكلام المدوزة. ما بيجوا إلا بالعين الحمراء.